مهمتنا المرة دي بسيطة جدا، وجائزة المهمة دي 10 مليون جنيه. 10 مليون؟ 10 مليون جنيه؟ هو انتوا بتلعبوا على فلوس كتيرة كده قوي؟ احنا بقى أشرار ولكن ظرفاء، احنا هنلعب وهنلعب بالجامد قوي. ولا يا مستر وسيم؟ بصراحة مازو عنده حق يا جميل، مش لاعب. أنا نسيت أقول لكم، صحيح الباب اللي وراكم ده كمان قفل ومش هيفتح تاني، ومفيش انسحاب، فيتخشوا حالا، واللي مش هيلاقي المفتاح هو بس اللي هتوعدني. خلي بالك من لهفتك، خليك فاكرني. كفايه تلزيق، الوقت بيروح مني، الديجيتال بيعد. ده مش تلزيق يا جميل، احنا احتمال ما نشوفش بعض تاني كلنا خالص. ما هفضل قاعد لوحدي في المكان ده كتير، مكان عجيب قوي، بساط اخضر وعمدان، يا رب يكون منام. هات يا جمايل يا رب. انت مش عاوز الكي؟ وانا كنت عايز المفتاح، بس لو جه الكي هرضى بقليلي لحد ما يجي المفتاح. انت ايه ده؟ مفتاح باب الهروب. بتدور على ايه يا جمال؟ انت ايه؟ ايه عارفها بقى، يطلع حاطط المفتاح في البشاميل او في الفرخه او في التورته. ايه الاوضه دي؟ السلم والتعبان؟ اهلا بيكي في لعبه السلم والتعبان. الحمد لله يا رب تلعبتي. عندي فونيا الاماكن المغلقه، لو سمحت انا مظلوم، حبستوني ليه يا جماعه؟ مش عايز العب. وقف لعب، وقف لعب يا رئيس، وقف لعب. حط امك. ثانكس جاد. دوري. طب بص، بقول لك ايه، لو هتضرب اضرب بسرعه وكفايه سسبنس. انا جايه هنا ادور على المفتاح، لان انا لو ما لقيتش المفتاح هفضل عايش هنا طول عمري. فلو معاكي المفتاح اديهولي، معكيش المفتاح سيبيني ادور عليه من فضلك. يخرب بيتك. الحمد لله، اعملي لنا بقى كوبايتين شاي في الخمسين عشان نحبس. لا شاي ايه ده، حتى يكسر الحديد من الجسم. عندك حق والله، انا هقوم اكمل لعب بقى، وانت بعد ما تخلصي وتطلعي فوق تكلميني من نمرة اللي أنا اديتها لك، واوعي ترن عليا بعد الساعة 12 بالليل. دي اللي بتشيل طلبات العمارة، دي الشجيانة. لوك يا خواجة، خد دي. الأوضة دي أنا شفتها فين قبل كده؟ وأنا عامل إيه؟ 3 ساعات بس؟ عامل دايت؟ كل دي أرقام؟ روحي على البوديوم. اللي هو إيه يعني؟ يا رب المكان ده، ايه الساعة دي؟ ليه بس اللي وراتني مع ناس مش في سني واكبر مني؟ لازم اخرج من هنا. اهو مفتاح الباب. يا سلام، حظ كده، مكسبي سهل. ما هي حلوة اهي. لا مش ممكن، انا متأكد ان انا شفتك في حتة قبل كده، الوش ده ما يتنسيش. يخرب بيت الخبطه. بعدين بقى في امك، ده انا اللي اتجمدت. سنت بدا يحشرج. مش هشرب سجاير تاني ولا ايه؟ بقالي سنين طويله محدش اهتم بيها كده، وقال لي يا بسبوسه من يد من عدمها. طب هاي احكي لي، بعد بقى ما طلعوك من الخدمه ايه اللي حصل؟